اللي طبعا معانا المدير الفني لفريق نادي النجوم كابتن رمضان السيد. بنقول لك ارد لك طبعا النهارده يا كابتن رمضان، لكن بشكل عام يعني اخد تقييمك للمباراه، بتشوف اداء النادي الاهلي ازاي؟ هل كنت متوقع ان النادي الاهلي يؤدي هذا الاداء؟ يعني حطينا في الاجواء كده كابتن رمضان. يعني اولا تحياتي طبعا لاسلام والنجوم الكبار طبعا في الاستوديو. اعتقد ان احنا قدمنا، احنا نمسا مستلمين شو اعمالنا في خلال مباراه الاتحاد المباراه اللي فاتت. اعتقد ان احنا قدمنا مباراه كويسه قوي في مباراه الاتحاد. 20 دقيقه الاولانيه اتاخدت مننا طوال المباراه، احنا الشوط الثاني وتكمله الشوط الاولاني كنا مقدمين بشكل كويس قوي. النهارده اعتقد ما فيش حد يمكن في العشر مباريات الاخيره كان بيهاجم مثلا النادي الاهلي في الثلث الدفاعي عندهم او بيضغط عليهم في الثلث الدفاعي عندهم. النهارده بنلعب باثنين روس حربه ومن تحتيهم كمان اسلام الفار من تحتيهم، واعتقد ان احنا وصلنا لان احنا طريقه اللعب اللي كنا بنلعب بيها 3 4 3 كنا كمان بندي فرصه للباكين ان هم يكملوا في النواحي الهجوميه هم الاثنين مع بعض، على اساس ان احنا مأمنين تحت بالثلاثه اللي تحت فتح الله وخالد وربيع. لو زي ما قلت لك ان احنا في فترات كتيره جدا في المباراه كنا بنوصل بكثافه كمان على مرمى النادي الاهلي، ويمكن ضاعت مننا فرص، ويمكن حتى ضربه الجزاء اللي جات لنا كنا طبعا يعني ضيعها صلاح، احنا يمكن اديناها لصلاح كمان عشان هو داخل في المنافسه على هداف الدوري. لكن انا شكرت لعيبتي في الملعب وشكرتهم بره في اوضه اللبس الحقيقه على الاداء اللي هم ادوه خلال المباراه. موسم صعب جدا ومليء بالمباريات وتلاحم مباريات كبير سواء للنادي الاهلي او ايضا كمان على نادي النجوم، لكن لو بخص نادي النجوم مطلوب ايه من اللعيبه الفتره اللي جايه؟ ظروف صعبه شويه بالنسبه لكم كابتن. احنا خلاص دلوقتي المفروض 3 مباريات، حتى لو خدنا 9 بونت اعتقد الامور صعبه، لان 9 بونت هيعملوا 34 بونت، واللي هيقعد في الدوري مش اقل من 37، يعني 37 38. فاعتقد ان احنا بنشتغل من اول ما تعاقدنا مع اداره النادي ان احنا بنعمل الخمس مباريات وبنعمل تكوين للموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وبدانا الحقيقه في التكوين ده. شكرا، متشكر جدا.